اهلا وسهلا. مثل بالعربي بالالماني كمان في الصوت الز، مثل بالكلمات العربيه زواج او رز. بالاغلبيه الصوت الز بالالماني يجي بالبدايه الكلمه وقبل المقاطع. شوفوا مثل بهالامثال: زون، زي، زال، نازه، دوزه. وبالكتابه الصوت الز كل مره ينكتب بالاس، لما هالحرف الاس ينكتب بالنهايه المقاطع او نهايه الكلمه او قدام الحرف التي، بعدين الحرف ما ينسمع. اسمعوا بالضبط: غاس، غاست، غاز. حرف الس والز كمان ما لازم يكونون صعوبة عليكم، هالأحرف بيجون بالألماني وبالعربي، بس عرفوا انه بالألماني الصوت الز بالأغلبية يجي بالبداية الكلمة والس بالنهاية او قدام الأحرف الزاكين. بهالأمثال تقدرون تشوفون إذا في صعوبة أو لا. vase، kies، zin، beast، لوس. أنا أقول ما في صعوبة، صح؟ أوكي، باي باي وإلى المرة القادمة.